تمشي 144 ام وعنده عيال والسرعه وتسرعين واخر شيء يصيدك ساهر. انت تقولي لي كذا دايم صوتك عالي خليه ما ارفع صوتي خليهم يجلدونك المتابعين. لا بس كيف الام تغلط؟ ما غلط. ها تمشين 144 تمشين هذه سرعه قانونيه. انت الان الحين تضحين بروح عيالك، عندك لين عندك فارس تضحين فيهم. قلت ما ادخل نصايحك اسمع. لا يعني انا اسمع نصايحك عادي وانت لا. الكلام هذا هو غير معقول صراحه. لا خلينا ننتهي الجلسه. وش انتهت الجلسه محكمه؟